بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نتواصل أيضا مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وينطلق الشوط الأول هناك أيضا والمخصصة للزمول محليات الأصايل هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. المسافة هي 8 كيلومترات. المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات مهاجر أيضا منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، من يتواجد مع مهاجر مع المركز الأول. انتقل مباشرة مع هناك أيضا المهب محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، هناك أيضا يتواصل على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث. المركز الثالث هناك أيضا مكافح منصور بن سيف بن عفصان أيضا الخيلي، يتواجد أيضا مع مكافح مع المركز الثالث. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، والوصول في هذه اللحظات من شاهين راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. والمركز الخامس من القادم في هذه اللحظات هناك السنافي أيضا بخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي، يقدم هذا السنافي هنا أيضا منطلق مع الشوط الأول للزمول محليات الأصايل. بينما المركز السادس الوصول من مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، هناك أيضا واصل بكل قوة، ولكن الخمري له رأي آخر، سيف بن محمد بن سيف بن فارس المزروعي. هكذا النداء أعزائي المشاهدين، وهكذا أيضا من المراكز الخلفية الدخول من أيضا أشعر عيسى بن خادم بو علامة القبيسي، وهناك أيضا المتحد سعود بن ناصر بن حمود الشافي آل شافي يتواجد بكل قوة أيضا في صلب المنافس. هكذا التحدي والإثارة. هناك شاهين أحمد بن غانم بن علي المنصوري، هناك أيضا من وصل رعي عز الطلب في هذه اللحظات. هكذا النداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة هنا والباحثة عن الناموس. بنوك المستقبل هنا تتواجد وتنطلق في عاصمة الميادين. الصدارة والمقدمة المركز الأول هنا الانفراد في هذه اللحظات. الله يا مهاجر، بدأ يهاجر. هناك مهاجر اسم على مسمى ما شاء الله، ينطلق هناك أيضا في هذا الناموس، ينطلق في هذا الشوط هناك بهذا الانفراد. مهاجر يعود ملكية السيد منصور بن خليفة بن سالم الأخيلي. انتقل مباشرة مع المركز الثاني. المهب هناك أيضا من يأتي بشعار محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، هنا هذا الشعار الذي دائما يصول ويجول في سباقات الهجن العربية الأصيلة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث، وصول جميل هناك أيضا ومميز من السنافي أبخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي، وهناك مكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيلي، هناك أيضا يتواجد أيضا بدوره في هذا الموقع ويشكل المربع الذهبي في هذه اللحظات. القادم شاهين، هناك راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري، من يتواجد هناك أيضا مع أداء شاهين وتحدياته والإثارة. ولكن ننتظر أسماء، هنا لم يحين موعد دخولها إلى عالم النداء. السنافي هناك بخيت بن جابر بن مسلم الجنيبي، وهناك مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، هناك أيضا وصل في هذه اللحظات. ولكن بقول يا بن شافي، مطلوبة النقطة في هذا الصباح من عاصمة الميادين مع المتحد سعود بن ناصر بن حمود بن شافي آل شافي، أيضا يتواجد بدوره ومصيحان صالح بن حمد القمرة، هناك أيضا يتواجد أعزائي المشاهدين مع أيضا مصيحان، كما تواجد في شوط المهجنات أيضا مع عروضات جميلة ومميزة صباحية من ميدان الوثبة عاصمة الميادين. هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين من الخمري سيف بن محمد بن سيف بن فارس المزروعي، ووصول هناك أيضا من شعار أيضا بن غانم، وصل أيضا بنداء في هذه اللحظات مقدما هذه الانطلاقة، انطلاقة شاهين. وهناك أيضا مع عاشر ندائنا في هذه اللحظات الحذر، هناك أيضا سيف بن مسفر بن راشد العميمي حذاري من الحذر، وصل العميمي هناك أيضا مقدما انطلاقة الحذر في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام.
عودة إلى الصدارة أعزائي المشاهدين، عودة إلى المقدمة والمركز الأول، التحديات والإثارة في هذا اللحظات. ما زال مهاجر هناك أيضا على المقدمة والصدارة والمركز الأول هنا بهذا التحدي، أيضا منصور بن خليفة بن سالم الخيلي هنا، فلله درك على هذا أيضا الوجود هنا وعلى هذا الرقص الجميل مع الصدارة والمقدمة مع انطلاقة مهاجر. انتقل مباشرة أعزائي المشاهدين من أيضا المهب محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، يبقي له مراقبة هناك أيضا مع المركز الثاني، المركز الثالث هناك راقب وتابع أيضا قدوم من المركز الثالث في هذه اللحظات. ما شاء الله الوصول هناك من ثالث المراكز أيضا بدأ يتدخل في هذه اللحظات، بقول مكافح منصور بن سيف بن عفصان الخيلي هناك أيضا حامل رقم 16 أيضا يتواجد هناك مكافح أيضا لكي يكافح في هذا الشوط، ولكن هنا أيضا وصل وهالي الطلايب وصل وهالي الزمول هنا بدأوا ينطلقون من المراكز الخلفية. الله الله يا هذه الشعارات، العمالقة في موقع واحد، تواصل الكبار في هذا الانطلاق، والثمانية كيلو مترات هناك الوصول من السنافي في هذه اللحظات. البخيت هناك بن جابر بن مسلم الجنيبي هناك أيضا يتواجد أبو عبيد في هذه اللحظات، ولكن هناك أيضا الوصول من مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، هناك أيضا انطلاق مياس وتحدياته والإثارة هنا والصراع والنزاع أيضا نحو خط نهاية بكلمة الناموس، ولكن مصيحان صالح بن حمد القمرة هناك أيضا واصل بدوره في هذا الصباح، وهناك راقب المتحد سعود بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي أيضا يتواجد مع أداء هناك أيضا جميل ومع المتحد. هناك أعزائي المشاهدين التحديات والإثارة في هذه اللحظات من شاهين راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري، ولكن عودة إلى الصدارة هنا، عودة إلى المركز الأول، التحدي والإثارة الانطلاق في هذا الصباح. ما زال هناك أيضا الوصول من مهاجر، ما زال مهاجر هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، منصور بن خليفة بن سالم آل خيلي هناك أيضا يتواجد مع هناك مهاجر، بدأ يهاجر بالفعل، اسم على مسمى هنا على صدارة هذا الشوط، ولكن خلي بالك من شعار بن يزرب، خلي بالك من شعار بن يزرب هنا. المهب هناك أيضا على المركز الثاني، محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري يتواجد هناك بهذا الأداء ويتواجد بهذا الشعار، بقول الشعار العيناوي هناك أيضا بدأ يسيطر على المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث مكافح هناك أيضا مع المركز الثالث، منصور بن سيف بن عفصان الخيلي هناك أيضا شعار بن عفصان من يتواجد مع المركز الثالث، ولكن التابع مسيحان التابع شعار القمرة هناك أيضا قادم في هذه اللحظات. مياس هناك أيضا وصل شعار النعيمي في هذه اللحظات، وتحرك السنافي. الله الله، الأمور في خطر يا أخواني، الأمور في خطر يا أخواني، بنوك المستقبل هنا، الزمول هنا تنطلق في عاصمة الميادين، ناموس الوثبة غير، ناموس الوثبة غير. هناك أيضا يتواجد بهذا أيضا الأداء وتتواجد بهذه الشعارات. خلوني مع الصدارة مع المركز الأول هنا، التحديات والإثارة. هناك المهب وصل، هناك أيضا تسلل مع المقدمة والمركز الأول، محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة هو المقدمة هنا والمركز الأول، أتابع المركز الثاني، أتابع مهاجر، أتابع مهاجر على ثاني المراكز هنا، له رأي آخر على المركز الثاني. منصور بن خليفة بن سالم الخيلي والمركز الثالث في هذه اللحظات. مساحان صالح بن حمد القمرة هناك أيضا يتواجد مع المركز الثالث، أتابع المركز الرابع مياس في هذه اللحظات، مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي هناك أيضا يتواجد مع المركز الرابع. يا سلام يا سلام، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة والمركز الأول، الأدام هناك أيضا جميل من شعار بن يزرب على صدارة هذا الشوط.
الموت. يا سلام يا سلام يا سلام، الأمور في خطر. بدأت هناك أيضا الشوط يشتعل، بدأ الشوط يشتعل هناك أيضا مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. أين يتجه هذا الناموس؟ الناموس محتار ما بين هالشعارات الجميلة والعمالقة هنا في موقع واحد، ولكن هناك المهب محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري والكيلو الأخير من لديه زوج، فليتقدم مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول. الله الله الله، وصول من هناك مكافح، وصل مكافح هنا لكي يكافح هنا مع الصدارة، ولكن هناك مساحان. وصل القمرة، وصل القمرة هناك أيضا مقدم المساحان في هذا الأداء، ولكن تحرك مياس روحي النعيمي هنا مع المركز الرابع، ولكن بن يزرب مع الصدارة مع مع المقدمة هنا مع المركز الأول. تحرك مصيحان، تحرك مصيحان، تسلل مع الأمتار المجنونة، الأمتار المجنونة هنا مع صدارة هذا الشوط. صالح بن حمد القمرة هنا الخمسمية متر الأخيرة هنا المنفصلة عن خط النهاية. الله الله الله، مصيحان مع الصدارة مع المركز الأول، التحدي والإثارة. صالح بن حمد القمرة هناك أيضا يتواجد مع المقدمة والصدارة والمركز الأول. السلام يعبر الحدود هناك إلى الأشقاء، سلام 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 عليكم للمرة الثانية على التوالي هنا. تهانينا تهانينا من الأعماق ومن القلوب إلى القلوب. هناك أيضا محمد على ظهر مصيحان، صالح بن حمد القمرة هناك أيضا ابن نابت المري من يتواجد مع صدارة هذا الشوط ويتواجد مع هذا أيضا مصيحان. أيضا أعزائي المشاهدين بهذا الأداء الجميل من هنا من عاصمة الميادين يهوز بالشوط الأول للمحليات. المركز الثاني هناك التسلل في هذه اللحظات، بالفعل هناك التسلل من مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي، والمركز الثالث هناك أيضا مهاجر منصور بن خليفة بن سالم الخيلي، والمركز الرابع وصول من مهاب محمد بن عبيد بن علي بن زب العامري، والمركز الخامس كان هناك أحمد بن غانم بن علي المنصوري مع شاهي مع المركز الخامس. هكذا الأداء أعزائي المشاهدين، فتهانينا والناموس على فوز هناك مصيحان. صالح بن حمد القمرة بن نابت المري من يتواجد هناك أيضا مع صدارة هذا الشوط ويقدم هذا العرض الجميل هنا في هذه الفترة الصباحية في هذه الأجواء الممطرة هناك أعزائي المشاهدين. أجواء ناموس بالفعل هنا، فتستاهل يا صالح بن حمد القمرة بن نابت المري لحظات وصوله وعبور إلى خط النهاية وقاطع 8 كيلومترات في زمن وقدره. لحظات وصول أعزائي المشاهدين في زمن وقدره 13 دقيقة 39 سبع أجزاء من الثانية. المركز الثاني لحظات الوصول هناك أيضا مصيحان، أو هناك أيضا أعزائي هناك أيضا المركز الثاني مياس راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي أيضا على المركز الثاني و13 دقيقة 43 ست أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين. هناك أيضا التواجد من مهاجر منصور بن خليفة بن سالم الخيلي والتوقيت 13 دقيقة 43 8 أجزاء من الثانية. فتهانينا والناموس للجميع.